استضافت جامعة اليو اس جي صباح اليوم ملكة الاحساس اليسا للمشاركة بحملة ما تنسي اللي تعنى بالتوعية لمرض سرطان الثدي. خلال اللقاء تحدث مدير الجامعة عن مخاطر هالمرض وكيفية الوقاية منه. إليسا وخلال تواجدها على المسرح قالت أنها فخورة لأنه بنوع أو بآخر كانت سبب حلو لكل النساء اللي دعتهم لعدم الخوف وإجراء الفحوصات المبكرة. إليسا قالت أنه التوعية مهمة جدا وهي تقريبا تحدثت خلال السنتين اللي مرقوا عن كل شيء صار معها وكيف تعالجت ومن وصلت وكيف هزمت المرض بكل محبة ومخافة وكفت حياتها عادي. إليسا وخلال مؤتمرها دعت الكل لعدم تأجيل الفحص لأن الصحة هي الأهم. إليسا ذكرت أنها فخورة جدا بطلاب لبنان وخاصة طلاب اليو اس جي لأنه بفضلهم وبفضل إبداعاتهم رح نقدر نتغلب على مرض السرطان. بحبك لأنك وطنية وعصامية وثورية. بدي أطلب من رئيس الجامعة البروفيسور دكاش يتفضل. بعد الكلمة وبنهاية المؤتمر تم تكريم إليسا وإعطاء درع من الجامعة كما وتم إعطاء هدية من الطلاب اللي قاموا بتقديم التطبيق يلي راح يساعد الكثير من السيدات وتسكينهم بموعد الفحوصات. بدي اقول لهم انه ما يتراجعوا ما يخافوا، يعني هن راهنوا على انه العالم راحت على بيوتها ورجعوا عملوا حكومه مثل ما بدهم، خليهم عم بيصوروا لانه ما رح نخسر شيء اكثر من اللي خسرناه كرمال نحافظ او نرجع شوي من لبنان يلي بدنا. إليسا بس خبينا شوي عن المشاركة اليوم بالحملة. يعني أنا عم ساهم بطريقتي إنه أقدر وصل المساج اللي كل العالم وكل الأطباء واليوم الجامعة عم بتجرب توصله إنه المرأة تهتم بصحتها وعملوا أبليكيشن فريدة من نوعها صراحة إنه تذكر كل ست بأوقات بوقت شو بيقولوا التشيك أب السنوي. سو أنا سعيدة بس بقول لك هيك وسعيدة أكثر لأنه عنا ناس خلاقين ومبدعين وطلاب متفوقين بلبنان. مرسي كلك ذوق.